نرحب بحضراتكم مرة تانية. مؤسسة Opportunity Hub النيجيرية المتواجدة في أكثر من 190 دولة حول العالم ما بين أوروبا، أسيا وأفريقيا وأيضا الشرق الأوسط، اختارت المهندس إبراهيم رمضان منسق عام منتدى السياسات العامة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب ضمن أفضل 100 شاب تأثيرا حول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدام ميكنة الخدمات. خلينا نعرف تفاصيل أكثر منه شخصيا عن هذا الإنجاز وهذا التقدير، نعرف كمان منه أكثر عن دور التكنولوجيا والرقمنة في الإدارة والقيادة. نرحب بالمهندس إبراهيم رمضان منسق عام منتدى السياسات العامة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر وألف مبروك. صباح الخير عليكم جميعا، ويعني بشكركم على الاستضافة دي. يمكن الجائزة دي الأول، المؤسسة هي مؤسسة غير هادفة للربح، مهتمية بالشباب وبدورهم، بتقوم بكذا دور، منها ان هي بتختار اكتر ناس مؤثرين في المجتمعات بتاعتهم من الممثلين بتاعتهم في الدول. فيعني جاءت الفرصة ان في مجال تكنولوجيا المعلومات يتم اختياري في الحتة. طيب بس ده هيخليني برضو اسألك، واكيد السادة المشاهدين عايزين يعرفوا النقطة دي، انه مؤسسة بهذا الحجم زي Opportunity Hub اكيد في معايير محددة بتكون موجودة عشان اختيار الشباب، واحنا بنتكلم على أفضل أو أكثر 100 شاب تأثيرا في العالم. تمام بالظبط. طبعا لازم يبقى في معايير، من ضمنها في كل مجال، يعني في مجال الميديا، في مجال التكنولوجيا، وزي ما قلت لحضرتك ان هو بيهتم بالشباب، فهو بيبص على كم المشروعات اللي الواحد أثر فيها في حتة تكنولوجيا المعلومات. ويمكن أنا بدوري إن أنا في وزارة المالية، فأنا كنت مسؤول عن مشروع الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وحتى في البرايفت سيكتور لما قبل ما التحق بالوزارة كنت في أحد الشركات الكبرى برضو. فهو بيبص على البروفايل، كل ما هو ليه علاقة بتكنولوجيا المعلومات، وده يمكن معيار مهم جدا لده بس، وبيبقى ما بيبقاش اختيار، ولا هو بيبقى ممثلينهم في الدول دي بيختاروا الناس أكثر تأثيرا من خلال بقى السوشيال ميديا وخلافه. يعني باشمهندس إبراهيم، أكيد في البداية بنهنيك على حصولك على هذه الجائزة تحديدا، وفكرة أن يكون عندنا مصري ممثل في مثل هذه المنظمة اللي موجودة في 190 دولة، دي حاجة تخلينا يعني بنشعر بالفخر. شكرا. اللي احنا قادرين على التغيير تحديدا في مجال التكنولوجيا، يعني احنا عارفين أن لغة العصر والعالم كله متجه للتكنولوجيا، بس خلينا أسألك، مصر فين من التكنولوجيا؟ والله خلينا أقول لك، يعني يمكن لو احنا بنبص على مصر من 7 سنين ومصر دلوقتي، يمكن الفخامة الرئيس مهتم بكذا قطاع، منهم قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومديله أولوية قصوى في الحتة دي. لو حضرتك بصيت أي تحول رقمي، يمكن هنيجي لموضوع التحول الرقمي ده شوية، أي تحول رقمه لازم يبقى فيه عدد من المحاور اللي تؤهلك أن أنت تبقى دولة قوية في الحتة دي. زي ما حضرتك شايف أن احنا عندنا بنية تحتية، سواء بنية تحتية طرق وكباري أو بنية تحتية حتى انترنت، وبقى فيه تحسن في ده. ففي مجموعة من المحاور اللي تخليك تقول أنت دولة عندك تكنولوجيا صالحة للاستخدام. ومش معنى أن أنت عندك تكنولوجيا فأنت كده قوي، كل ما كانت التكنولوجيا بسيطة وبتقدر توصل أو تستهدف عدد أكبر من المواطنين وتخدمهم، هو ده المهم. فخلينا أقولها ببساطة جدا، أنت كنت بتعمل عملية، هو كل الفكرة وقت وتكلفة. لو انت بتعمل عملية بستين جنيه بقيت تعملها بستة جنيه، دلوقتي بتعملها بستين قرش، انت وفرت وقت ومجهود وسرعة وكل حاجة. ده بيدي ايه؟ بيدي رضا للمواطن. كمان ساعدنا في ده كمان كورونا وتأثيرها على العالم، الناس ما كانتش بتطلع، فالتكنولوجيا تطورت اكتر، بقى ان احنا نروح للتكنولوجيا بقى موضوع حتمي، ما بقاش اختيار. فكل الناس دلوقتي بقى، يعني لو انت بصيت على الترند مثلا بتاع التجارة الإلكترونية عالميا، لا هو لو انا فاكر الارقام صح كان 3.6 تريليون دولار في 2020، بقى 4.2 تريليون دولار. يمكن نصيب طفرة كبيرة جدا. ساعدنا في ده التحول الرقمي. فاللي بتقوم بيه الدولة المصرية في منهجية واستراتيجية على ان احنا نشجع تكنولوجيا المعلومات في مصر، ان انت توصل الخدمات ببساطة وسهولة وتكلفة قليلة. لو حضرتك بصيت مثلا على استراتيجية وزارة الاتصالات، في حاجة اسمها مصر الرقمية. مصر الرقمية دي فيها 130 خدمة حكومية تقدر حضرتك تعملها. هي دي البساطة في تقديم الخدمة.
مش لازم حضرتك تروح تعمل شهاده الاحوال المدنيه، تطلع شهاده ميلاد او شهاده زواج او اي حاجه. انت حضرتك مجرد ان انت تدخل على ليك حساب على مصر الرقمي، مصر الرقميه، بتقدر تطلع الحاجه دي بسهوله. في الاخر انت خدمه متاحه ليك. طيب هو ده بس كده التحول الرقمي او التطور اللي بيحصل في مصر في تكنولوجيا المعلومات؟ لا، لسه كمان وفي اكتر من خدمات هتضاف على ده. فكره الميكنه الشامله اللي بتحصل في الدوله كمان، ان انت كل المؤسسات الحكوميه بقت تشوف بعضها دلوقتي، قبل كده ما كانش فيه ده. التطور ده بيساعدنا ان نخلي نسهل ويحصل رضا للمواطن، مش رضا للمواطن في الخدمات اللي ده بياخدها. ده يكفي بس يا فندم وجود قاعده بيانات موحده، ده في حد طبعاً. ذاته انجاز كبير جدا. دي حقيقه فعلا. وده هياخدني لحاجه تانية بقى، في بعض المصطلحات اللي بيبقى فيها لغط شويه، دايما يقول احنا عندنا تحول رقمي. لا، التحول الرقمي ده ما اتبناش في يوم وليله زي ما بيقول. ده في حاجه اسمها رقمنه معلومات، بعد رقمنه المعلومات اسمها رقمنه العمليات، وبعد كده بيجي التحول الرقمي. ودي الجيرني، علشان كده احنا خدنا وقت كبير جدا في بناء التحول الرقمي، وان الخدمات تيجي بالطريقه يعني دي. التحول الرقمي معتمد على بيانات، هي في الاخر دي حقيقة. التكنولوجي او التكنولوجيا قايمه على ديتا او بيانات. صحيح. فاحنا فكره اللي حضرتك بتقولها ان احنا يبقى عندنا قواعد بيانات، اه طبعا احنا عندنا قواعد بيانات، بيتم العمل في كل مكان او جهه حكوميه على قاعده بيانات نوحدها، بعد كده يبدا بقى تشتغلي على البروسيس. وفكره البروسيس هنا او العمليات هنا، مش بس انا عندي بعمل 1 2 3 هروح مميكنه واعمل 1 2 3، لا، فكره بقى ان انت اوتوميت البروسيس دي، او تعملي ميكنه ليها بطريقه مختلفه تسهل وقت وتسهل فلوس. طيب بعد ما عملنا البروسيس دي، بتبداي بقى تاخدي الديتا دي. لو حضرتك مثلا بسيطه، لو ادينا مثال على جريده من الجرايد ان هي كانت ورقيه، تكلفه ان هي تعملها ورقيه كانت مثلا لو هنقول رقم 60 جنيه. طيب عملنا لها ويب سايت، كلفته بقت 6 جنيه. ابتدينا بقى الناس تشترك وتدفع بتاع ده، بتكلفه الخدمه مبلغ ضئيل جدا. فهي الفكره بقى في التكنولوجيا المعلومات او التحول الرقمي، ان هي توفر وقت، توفر تكلفه، تبقى الخدمه متاحه، ان انا اي وقت اقدر اعمل ده. لا، واعتقد كمان تسهل على الدوله ان هي تبقى عارفه اولا مواردها ايه، صحيح، وتبقى عارفه توظفها ازاي، صحيح، ما ينقصها وما الى ذلك. هنتكلم يعني، شفنا في الفتره الاخيره شفنا طفره في فكره تقديم الخدمات للمحافظات والمراكز والنجوع حسب ما تحتاجه كل منطقه بعينها. ده كان نتيجه تحليل البيانات التحليلية او قراءتها قراءه سليمه. دي حقيقة فعلا. فكرة اللي احنا تحولنا من التحول الرقمي، ما بقاش هو تحول رقمي داخل المؤسسة، لان اعتقد اصبح برنامج شمولي متكامل. صحيح. كل المؤسسات زي ما حضرتك ذكرت بتترابط ببعض او بتشوف بعض عشان تقدر ان انت تقدم الخدمة للمواطن بشكل سلس وشكل سريع. لكن حضرتك ذكرت حاجة مهمة جدا باشمهندس ابراهيم دلوقتي، فكرة ان ده ما حصلش في يوم وليلة. صحيح. وفكرة اللي انا احول الداتا اللي موجودة على الورق لداتا موجودة على سيرفرات عشان أقدر أنا أتعامل من خلالها، أعتقد ده أمر صعب. هل إحنا انتهينا من ده وأصبحنا دلوقتي في التحول الرقمي الفعلي، ولا لسه شغالين في الاتنين بالتوازي مع بعض؟ طيب كويس قوي السؤال حضرتك ده. خلينا نرجع خطوة لورا. هي استراتيجية الدولة كانت إيه الأول؟ استراتيجية الدولة كانت قايمة على بعض المحاور، أهمها المحور التشريعي. قانون زي قانون حماية البيانات، لازم يبقى عندك قوانين تساعدك على التحول الرقمي ده. احنا المحور ده خلاص احنا انتهينا منه جدا. طيب المحور الثاني والمهم، وهو تدريب الشباب او رفع الثقافه المعلوماتيه لدى المواطنين، ده احنا شغالين عليه. ولو انت بصيت في كذا مبادره اطلقتها الحكومه ووزاره الاتصالات، مبادره مستقبلنا وطني مثلا. مستقبلنا وطني دي فيها مجموعه من الكورسات. مستقبلنا رقمي. مستقبلنا وطني. 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 او رقمي مش فاكر بالظبط. رقمي يعني. مستقبلنا رقمي. فالفكره ان دي مثلا في مبادره تانية محترمه جدا، اشبال مصر. دي للطلبه اللي في ثانويه عامه واعدادي، ومترجتين 3000 حد يتدرب على ده. فانت كل ده يبقى اول محور التشريعات، وده انت بنسبه كبيره خلصت كل ده. تاني محور وهو التدريب والتثقيف ورفع الوعي لدى الجمهور او لدى العامه. وثالث محور البيئه، بيئة العمل. وبيئة العمل دي بالنسبة لنا في تكنولوجيا المعلومات، ان انت عندك انترنت كويس، عندك تعرف بتوصل للخدمة بسرعة، عندك مواقع بتساعدك على ده. واخيرا بيجي التحول الرقمي اللي حضرتك بتقول عليه. طيب احنا ماشيين في كل ده مع بعض، في محاور اتقفلت وفي محاور هتفضل مستمرة. يعني مثلا زي موضوع التدريب ده، ما
موضوع التدريب ده هيفضل مستمر، لان التكنولوجيا المعلومات بتتغير من وقت للتاني بسرعه جدا. بقى في حاجه اسمها دلوقتي الذكاء الاصطناعي، بقى في حاجه اسمها البلوك تشين، ولسه في حاجات تانيه كمان. دور تكنولوجيا المعلومات ان هي تبسط وتسهل وتقلل تكلفه على مستخدم الخدمه وكمان مقدم الخدمه. طيب خلينا برضو نعرف من حضرتك دور مصر في التكنولوجيا الخضراء، التكنولوجيا كمان جديدة، بس يعني بداية عرفنا نعرف سادة المشاهدين ايه التكنولوجيا الخضراء برضو. طيب يعني دي مصطلح مؤخرا يعني ظهر على الساحة، وهو بيسموه التكنولوجيا الخضراء او الجرين تكنولوجي او الجرين تك او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة. هي هنا ارتبطت الجرين تك، ويمكن بس مش جرين تك، في جرين داتا سنتر، وفي جرين جرين ايكونومي كمان. صحيح. ارتبط ارتباط وثيق ان انت بتعملي عمليه او منتجات بتقلل الاثار السلبيه على البيئه. هو في تكنولوجيا مش صديقه للبيئه؟ طبعا في تكنولوجيا مش صديقه للبيئه. يعني في بعض الحاجات اللي ليها علاقه بالبنيه التحتيه والانفراستراكشر والحاجات دي، بتبقى في بعض الانبعاثات من الانفراستراكشر والحاجات دي. ما هنا تكنولوجيا المعلومات مش بس تطبيقات، تكنولوجيا المعلومات كمان بنيه تحتيه. فالموضوع فكره ان انت يبقى عندك تطبيق مثلا يكونسيوم طاقه كتير، فهيطلع عوادم، هيطلع حاجات. فهي دي الفكره، ان انت في تكنولوجيا مش بتستخدم باستخدام الامثل للبيئه. طيب فنرجع تاني للتكنولوجيا الخضراء. فانت بتعمل منتج او عمليه في الاخر بيقلل الاثار السلبيه للبيئه، زي حاجات كتيره، زي مثلا فكره الانبعاثات، فكره المبادره اللي بتقدمها وزاره الماليه مع وزاره البيئه، احلال السيارات مثلا. حضرتك لك ان تتخيل ان المبادره دي مستهدفه ان هي تقلل 294 طن ثاني اكسيد الانبعاثات، ثاني اكسيد الكربون. فده استهداف. كل الحاجات دي ان انت بتعمل بقى تكنولوجيا وموبايل ابلكيشن، فكره ان انت تعمل موبايل ابلكيشن يسهل على الناس ان هم ما ينزلوش وما يستخدموش العربيه، فانت عملت تقليل للحاجات دي. فالتكنولوجيا الخضراء ببساطه شديده جدا ان انت بتحاول تعمل حاجه تقلل من الاثار السلبيه للبيئه. ويمكن ده هياخدنا لحته كويسه، ان احنا مصر بتستضيف كوب 27، فدي فرصه كبيره جدا للشباب المصري ان هم يطلعوا افكار ومنتجات نقدر نستفيد بكم فاندز او تمويلات. طب بمناسبه حضرتك يعني ذكرت كوب 7 و او كوب 27 وفكره ان مصر بتنظم هذا الحدث الكبير، ازاي نقدر نعتمد فيه على التكنولوجيا في فكره تقليل الانبعاثات الكربونيه، ونقدر ان احنا نكون اصدقاء للبيئه من خلال التكنولوجيا؟ دايما طبعا نقدر نعمله، ويمكن بشويه خطوات، منها التدريب، وده يمكن وزاره الاتصالات بتقوم بالدور ده كويس جدا، في ان هي تقدر تدرب على ذكاء اصطناعي، تدرب على برمجة، تدرب على الحاجات دي. فكل التكنولوجي دي هتساعد. فأنا بتكلم على تدريب، على رفع ثقافة، على ان انت تعمل تسويق للمنتج بتاعك ده. فده تقدر توصل منه ان انت تنافس في بعض الابليكيشن. ويمكن في دول كتيرة قوي سبقت في حتة ان هي تعمل الجرين تكنيك. طيب برضو في نقطة مهمة، يعني خلينا نقول تحدي عندنا الحقيقة، يمكن واحنا بنتكلم في تطبيق التكنولوجيا في المؤسسات والقطاعات الحكومية، ده جانب. الجانب الآخر انه عندنا في ناس ممكن تكون مش متعرفش تتعامل مع سمارت فون اصلا، ما بتعرفش تتعامل مع، ما بتعرفش الابليكيشن ده يعني بنشتغل ازاي. عايز اعرف من حضرتك برضو دور مصر في انها ترفع الوعي عند إن كان موظفين القطاع الحكومي، ومش بتكلم فقط عند حتى الشباب، وعلى الجانب الآخر كمان المواطنين ممكن يكونوا مش على دراية تامة بكيفية استخدام التكنولوجيا. طيب يعني سؤال حضرتك جميل جدا. يعني لو حضرتك آخر نسبة أنا شفتها تقريبا في 52 مليون بيستخدموا الموبايل أبليكيشن أو بيستخدموا التليفونات المحمولة. دور الدولة إيه؟ دور الدولة إن هي بتساعد في إن هي تعمل منصات تقدم تدريبات على كل المستويات. كل وزارة بقى عندها خطة تدريبية لرفع الوعي التكنولوجي لدى العاملين لديها. فالموضوع هو متشابك، مش بس دور حكومة، لا كمان دور الشخص نفسه ان هو يحاول ويطور وينمي من قدراته،
وزي ما بيقولوا كده، انت حضرتك لو انت عايزه توصلي لاي حاجه هتوصلي لها دلوقتي، تقدري توصلي على جوجل على يوتيوب. الموضوع ما بقاش منحصر شويه، يمكن التوسع الشديد في تكنولوجيا المعلومات احد مزايا ان انت حضرتك في ثواني بسيطه تقدري توصلي المعلومه اللي انت عايزاها. فهو ده الدور طبعا، ان اي شخص يقدر يوصل لاي معلومه، مش لازم الوزاره تديه او مش لازم الشركه تديه، هو يقدر من نفسه يدخل على اكتر من بلاتفورم ويتدرب على ده ويبقى فيه رفع للفكر والوعي. يعني انا عجبني قوي يا باشمهندس ابراهيم فكره تجرد الذات. يعني حضرتك وزاره ماليه، مدير مشروعات في وزاره الماليه، حديثك ما كانش منصب فقط على وزاره ماليه لكن كمان اتصالات، بيئه، ففكره هو دي اللي احنا بنتكلم عليه، فكره التضافر في مصر في الجمهوريه الجديده. ما فيش حد بيعمل في جزر منعزله، واعتقد يعني الكل يكمل الاخر حتى ننهض بالدولة في المقام الأول والأخير. وما فيش شك أن الحديث عن التكنولوجيا لا يتوقف ولن يتوقف، وأكيد يعني لينا لقاءات أخرى هتكون مع حضرتك. بنشكر حضرتك مهندس إبراهيم رمضان، منسق عام منتدى السياسات العامة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا لوجودك معنا وألف مبروك مرة تانية على الجائزة. بشكركم، شكرا جزيلا على الاستضافة والحديث الشيق ده، شكرا جزيلا. نشكرك يا فندم.